تعبيرا عن الصداقة والتضامن بين الشعبين الجزائري والفرنسي، توقف اليوم وزير الداخلية والجماعات المحلية نوردين بدوي ونظيره الفرنسي برنار كازنوف عند ساحة الجمهورية التي تحولت إلى رمز للتضامن مع ضحايا اعتداءات باريس. أول لحظة نعبر من خلالها على تضامننا مع كل ضحايا هذه الانفجارات، ونقول بأن الإرهاب ليست له حدود وليست له هوية، خاصة وأن من بين ضحايا هذه التفجيرات فيه جزائريين. إذن نترحم عليهم ونترحم على كل الذين ماتوا في هذه الانفجارات، وهي كذلك مناسبة باش نقول بأن ضرورة مقاومة ومحاربة هذه الآفة التي أصبحت اليوم آفة دولية تعدت كل الحدود وليست لها أي صورة، فعلى المجتمع الدولي أنه يتضامن لنخرج جميعا إلى مجتمع دولي بدون إرهاب. Je reçois mon homologue algérien pour évoquer la question de la lutte contre le terrorisme. Car nous sommes dans une relation de grande confiance, nous sommes dans une relation de coopération qui est ancienne. Et puis nous avons tenu à venir ensemble ici aujourd'hui pour témoigner de notre hommage à ceux qui ont perdu la vie à l'occasion de cette tragédie du 13 novembre. C'est une manière pour nous d'être ensemble comme des frères face à l'épreuve que nous avons traversée. Et c'est très révélateur de ce que sont nos relations, des relations de confiance, des relations d'amitié qui nous conduisent à être très près les uns des autres dans la lutte antiterroriste. علاقة قديمة وتنسيق أمني على أعلى مستويات في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة يسير معها التعاون الثنائي بين محور باريس الجزائر في ملف التكوين الذي تصدر المحادثات الثنائية التي جمعت بين الطرفين بحضور المدير العام للأمن الوطني عبد الغني هامل وسفير الجزائر بفرنسا عمار بن جامع. ولأن التجربة الجزائرية في مجال تأمين الوثائق الإلكترونية تعرف استعمال أحدث التكنولوجيات، جاءت زيارة نور الدين بدوي للوكالة الوطنية للوثائق الإلكترونية الفرنسية. فيها بعض التجارب اللي هي إيجابية ونقدر في إطار شراكة نستفيد منها، لكن يظهر كذلك بأن في الجزائر خطونا خطوات عملاقة كبيرة فيما يخص الوثائق البيومترية. عصرنة ترتكز على تكوين العنصر البشري وتعميق المعارف ودورات التدريب بين الطلبة، وهو ما تطرق إليه وزير الداخلية ومديرة المدرسة الوطنية للإدارة الفرنسية في محطة ثالثة ستتبع غدا بمحطات جديدة تخص الجالية الجزائرية في اليوم الثاني والأخير من زيارة الوزير.